صباح الخير لكم وأهلا بكم في صباح المملكة نهاية الأسبوع. عدم التعبير عن مشاعرنا لأزواجنا وأطفالنا قد تحدث ما يسمى بالجفاف العاطفي الأسري. الجفاف العاطفي لا يرتبط فقط بالأزواج بل هو تعريف أوسع وأشمل. في تقرير نشرته مجلة بونتل الألمانية كانت توضح فيه إحصائيات دراسة قاموا بها أن 9 من كل 10 سيدات يعانين من صمت الأزواج وانعدام المشاعر بين الأزواج المرتبطين منذ أكثر من 5 سنوات، وأعتقد أن العالم العربي يضاعف ذلك. أشارت أرقام الدراسة أيضا إلى أن 79% من حالات الانفصال كانت بسبب معاناة المرأة من انعدام المشاعر وعدم تعبير الزوج عن عواطفه لها. ولأن الجفاف العاطفي قد يكون أكبر تهديد لحياتك العائلية، سنتحدث اليوم مع المستشار الأسري والتربوي خليل الزيود ونتعلم كيف نحافظ ومتى بدأ الجفاف العاطفي ومتى استسلمنا أيضا لهذا الجفاف. لكن بداية، هل تعانون من الجفاف العاطفي وتعترفون بذلك؟ لنرمان. بالنسبة لي بعتقد انه في سببين رئيسيين، السبب الأول انه احنا ما عندنا تربية حقيقية على مفهوم العاطفة، لازلنا بنعتبرها عيب، وهي كثير مشكلة كثير كبيرة، لأنه بتأدي بشكل أو بآخر انه التعبير عن العواطف أو المشاعر بيكون نوع من أنواع العلاقة المحرمة، وهذا مشكلة. المشكلة الثانية بموضوع الجفاف العاطفي هو الحالة الوهمية اللي عندنا عن مفهوم العواطف. بالنسبة لي أنا الإعلام رسم كثير صورة سلبية أو كثير مضخمة عن مفهوم العواطف، خاصة المسلسلات المدبلجة اللي خلقت عنا نوع من أنواع التفكير بشيء وهمي مش موجود على أرض الواقع. بتوقع أنه ما يكونوش متفاهمين مع بعض، ما بلبوش طلبات الأولاد، ممكن هذا بسبب يعني، والسوشيال ميديا ممكن تبعدهم عن بعض، كل واحد بيلتهي بغرفته بشيء، فهذا بسبب يعني برضه. مشكلة المادة بالأسرة يعني بصراحة، يعني مش زي أول، الوضع كان أول مرتاح والوضع منيح وفي بركة في الموضوع، من هلأ والله ما في هذا الحكي. يعني بتحس إنه رب الأسرة عنده 4 5 أولاد وست أولاد وبنزل ما فيش شغل ما فيش، كيف بده يصير أصلاً، كيف بده يصير في راحة نفسية في البيت؟ ما في. يمكن ضغوطات الحياة والوضع الاقتصادي الصعب اللي عم بيعيشوه العالم، فهذا الإشي ممكن بيأثر على النواحي العاطفية بين الزلمة ومرته وبين فهو احد الاسباب، يعني احد الاسباب المهمه الوضع المعيشي اللي بيعيشوه العالم هالايام. الظروف تغيرت، الحياه تغيرت، الظروف الاقتصاديه هي من اهم العوامل اللي بتعدل الجفاف العاطفي. صار رب الاسره يعني عليه حمل وعاتق كبير اكبر من اللي كان عليه بالاول، مما ادى الى تغير مزاجه، صار يعني ادى الى اسباب نكديه لدى الاسره، فهي بعتقد الاسباب الرئيسيه. نرحب إذا مشاهدينا بالمستشار الأسري والتربوي خليل الزيود، أهلا وسهلا بك. أهلا إسراء، الله يعني يسعدك. التعليقات اللي علقتها على التقرير أولا رح نحكيها واحدة واحدة، لكن بداية من خلال ما سمعنا من يعني المشاركين والمواطنين أنه كلهم اتفقوا أن هناك جفاف عاطفي طبعا. لا اختلاف على الفكرة. صحيح. هل هذه مشكلة؟ هي مصيبة مو مشكلة. هذه مشكلة، إشي عادي يمكن نحله، يمكن يوقع هلأ الآيباد اللي معي يكون الآن مشكلة. بس الجفاف العاطفي كارثة، مصيبة. ليه؟ لأنه مشكلته أنك أنت ما تعرف أنه هو مشكلة. الأمر الثاني حجم المسوغات والأشياء اللي أنت قادر تحطها أنه المشكلة مش مني، أو هي نفس الإشي المشكلة مش مني. يعني هذا أنا أحكي عن الذكر والأنثى، الزوج والزوجة مع بعض، أنا ما إلي علاقة، ما هي ظروف الحياة بعدتنا، طب ما هو الزواج مع الأيام هيك يصير. عرفت يعني كيف؟ أنا متوقع أو منتظر هاي المرحلة، إنها مرحلة لابد منها، فأنا مهيئ نفسيا لدخول بمرحلة الجفاف العاطفي. للأسف هو هذا كلام خاطئ كمان. ما في إشي اسمه لابد منها. أنا لما أكون متوقع إشي لابد منه أنتبه له وأحذر منه وأدير بالي إذا كنت أعرفه. بس إحنا مشكلتنا عنا تغييب عن موضوع العواطف. إحنا مشكلتنا نتعامل مع العواطف على إنه إشي ترف، يعني كلمة أحبك. صحيح. كلمة مثل الكلام الجميل، اللمسات الرقيقة، الكلام اللطيف أمام الأولاد. على فكرة ومع كل نوع أنواع علاقاتنا بشكل عام هناك مشكلة بالتعبير عن المشاعر. طبعا إحنا في عنا إما فائض لذي الواحد يعبر بشكل يعني مبالغ فيه،
أو عندنا مشكلة جفاف حقيقي أو تصحر عاطفي واضح لجد أنك أنت تطلع وتقول أنه ما في نهائيا أو في بشكل مبالغ فيه، فأنت كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. هذه القضية الأولى. بس أنا وياك بدنا نوقف وقفة متأنية عند فكرة الجفاف العاطفي. لما نتحدث عن جفاف عاطفي عن إيش عم نحكي؟ إحنا عم نحكي عن فشل في إدارة المشاعر. أولا ما في شخص ما يعني عنده مشاعر، يعني بس نتفق أنه في مشاعر فيه، ما في حدا ما عنده مشاعر تماما. المشاعر شيء موجود فينا. ومن يصف أنفسهم بالأشخاص الباردين مثلا، صحيح، أو اللي منشغلين بحياتهم بأمور كثيرة، هل هذا يعني أنه هم فاقدين للمشاعر ولا مشاعرهم موجهة بس ومستغلة في أشياء أخرى؟ الجفاف العاطفي هو سوء إدارة المشاعر. الذكاء العاطفي هو فن إدارة المشاعر. التصحر العاطفي هو عدم القدرة على توجيه المشاعر والعواطف في المكان الذي أنت تحتاجه وتريده. يعني تجد مستعد رش مثلا عواطف ومشاعر على كل البنات او الشباب، وترشع الشباب الموجودين عندها على الصفحه مثلا، تمام، او في الشغل او في مكان العمل، تجدي من الطف وارق ما يكون وهالشاب اللي ما احسنه، ولما يروح على البيت يقلب شخص اخر متحجر ما له علاقه. او هي نفس الشيء تجديها في العمل، هالبنت الكيوت الاموره اللي الكل يتمنوا يحكوا معها، بس حضرتها لما تروح على البيت زوجها ولا تلتقي بخطيبها تجدها ليس لها من الامر شيء. السؤال ليش؟ عشان خايف يعطوا عين لبعض. ممتاز. إذن ما نتفق أنا وياك يا إسراء أنه في مشاعر، بس مشكلتنا مع المشاعر إذن في سوء إدارتها. إذن هذه القضية الأولى. القضية الثانية اللي لازم نبني عليها الآن مباشرة، ما في سبب يخليك عندك مشكلة في يعني ما في سبب حقيقي. يعني وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الكلام آسف غلط، ما بدي أقول كذب، غلط. وسائل التواصل الاجتماعي قربتنا من بعض، ما بعدتنا عن بعض، وساعدت أشخاص يطلعوا أنواع من المشاعر جديدة. ممتاز. يعني إحنا ما بدنا شماعة وسائل التواصل الاجتماعي معي. يعني حتى بدي أرجع أستذكر بعض الأجوبة. الوضع الاقتصادي لا يساعد على يعني الإحساس بالمشاعر. إيش كمان ممكن بعض الضغوطات؟ وسائل التواصل الاجتماعي حكوا يعني يحكوا طبيعة الحياة. بس في جزئية كنا نعلق عليها، زمان كان في بركة بالمشاعر. كان في بركة في المشاعر. ما الفرق بين الأزمان؟ غير صحيح هذا الكلام. البركة في المشاعر هي في الشخص. أنت عندك القدرة تقول كلمة واحدة، أحبب فيغدو الكوخ كوخا نيرا، أبغض فيمسي الكون سجنا مظلما. إن في نهاية المطاف أنت زاوية النظر للأشياء هي التي تحدد علاقتك فيها. هذه في عنا قضية رابعة أيضا مهمة لازم نحكي فيها لما نتحدث عن الجفاف العاطفي أو نتحدث عن موضوع العواطف بين الأزواج. لازم يعرف أنه هذا الكمية من المشاعر أو العواطف اللي أنت تبوح فيها لازم ما تعلقها على كلمة ما هي تعرف أني أحبها. لازم هو ما يعيش على كسولافة أو هي تعيش على قضية مثلا ما هو يعرف أني أنا أحبه. طب معقول قدام الأولاد أنا بدي أحكي له أنا ما يعني أنا ليش دائما لما نجي عن العواطف نجي على تطرف بالألفاظ والمفردات والتعامل واللمس؟ لا، إحنا نحكي بس تعبير عن الاحترام. لما يحكي لها يسلموا أديك على الأكل، يا سلام والله أنا ما أكلت زيه، يا أخي أخي هسه حبكت فيك. طب وإذا قالك والله لا كيف أنا أكذب؟ طب هو إذا رجع بكير هي عارفة بينها وبين حالها إنه جاي عشان يقعد معاها يتغدى. بالضبط. فتنبسط. فهو شو يحكي لها؟ يحكي لها لا والله ما لقيت حدا أكل عنده فجيت أكل عندك. الله يحفظك. طب منيح إذا ما حكى هاي الجملة. بالضبط. شطب الدنيا، عرفتي؟ فأنا أقول دائما أنت لو ادعيت أو مثلت هذه المشاعر أو العواطف أو هذه الكلمات أو المفردات وملأتها بالطاقة الإيجابية حيكون لها نتيجة، وخاصة أمام الأولاد. ليه؟ أنا دائما أضرب مثل في مثلا في محاضراتي لما ألف في الجامعات، أقول للطلاب والطالبات مرات تكون في بنت ماشية على باب الجامعة أو باب المدرسة، تسمع شاب يحكي لها إيش يا حلوة، ففي واحدة توقع وتبني أحلام وخيالات على هالمفردة، وصاحبتها اللي بجنبها ولا كأنه شاب حكى. ليه؟ لأنه في واحدة يا حرام مستوية يعني تستنى كلمة زي الأرض. كيف لما شتت علينا مبارح في عمان، كيف الأرض أخذت المي كلها؟ ليه؟ لأنه الأرض جافة ومحتاجة المي، والجهة الثانية لأنها مليانة من أهل حضن وقبل ويحكي معها أبوها ويتعامل معها. لازم يعرفوا أنه التربية مو ثلاجة مليانة، لازم يعرفوا أنه التربية مو أقساط مدرسة، لازم يعرفوا التربية مش أتعشوا قبل ما يناموا ولا ما تعشوا. وهنا القوة الحقيقية. بالضبط. يعني هذا الزخم من المشاعر اللي ممكن أنك يعني تضع في نفس طفلك. صحيح. هو صمام الأمان لمواجهة أي شيء، لأنه دائما النقص تجاه إحساس معين هو الذي بيخليني
أني أخذ طريق معين وسيعوض عن شئنا أم أبينا. لذلك الاهتمام الحب نسأل الآن إحنا الأهالي ونحكي لهم هل عندكم جروب واتساب في العيلة موضوع نكت وكلام حلو وتخفيف دم؟ عندكم قديش مرة إجيت على بنتك مثلا وهي نايمة في الليل أو كذا وحضنت هيك أخذتها في صدرك؟ كم مرة عملت هذا الإشي؟ عيب مو عيب، حرام مو حرام، بالواجب عليك لازم تعمل هذا الإشي. قديش في بنات عانوا، بس كل حدا بيقول لك أنا هذا أسلوبي في التعبير عن المشاعر والحب. غلط، هذه ببساطة غلطان أنت، هذه طريقتك في السواقة. التأثيرات السلبية، أسألك سؤال، هذه واحد يجي عنا ويجي يسوق السيارات في عمان، يجي يقطع شوارع حمراء ويأخذ على ويتجاوز على اليمين وينط من فوق الناس، لما يجي يسأل الشرطي ليش تعمل هيك؟ يحكي له هاي طريقتي في القيادة. لا يا حبيبي، طريقتك غلط. نفس الفكرة، الذي يدير بيته بهذا السوء، الذي يدير بيته بهذه الأخطاء، طبعاً حيكون عنده مشكلة كبيرة. خلينا نستعرض يعني بهاي المرحلة النتائج والتأثيرات على العائلة والأسرة، لأنه إحنا حكينا المشكلة الأساسية، لكن صحيح. ما قدرنا حجم المشكلة وتبعاتها على الآخرين. طيب، أولاً لازم نعرف إنه الجفاف العاطفي أو الطلاق العاطفي أو البرود العاطفي أو التصحر العاطفي هو أسوأ من الطلاق الفعلي. صحيح. يعني الطلاق الانفصالي يصير في المحكمة هذا ولا هذا، بالعكس هذا أحسن، يكون في مشاعر، هذا أكثر. أفضل بالضبط، هذا أفضل. صحيح. تماما من الطلاق والجفاف العاطفي. الأمر الثاني وهو في غاية الأهمية، الجفاف العاطفي أو عدم وجود عواطف في الأسرة يخليك ما عندك القدرة تنجز على الأصعدة الثانية. وإذا أنجزت على الأصعدة الثانية فأنت تؤدي واجب، ما يكون في عندك إنجاز ولا يكون في عندك شغف. والدليل إنه أي حدا يجرب لما تكون علاقته في زوجته وعلاقته في أولاده وعلاقته في بناته، أو هي نفس الشيء لما يكون علاقتها في خطيبها أو زوجها أو بناتها علاقة جميلة جدا ورائعة جدا، حيكون إنجازها وإنتاجها في الحياة أفضل. صحيح. الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية، كثير ما يجو يعني في موضوع مثلا الخطوبة واختيار شريك الحياة، اللي ما يكون عنده هوس عاطفي، اللي ما يكون عنده، آسف للتعبير بس أنا محتاجه الآن، فجعة عاطفية في فترة الخطوبة، لازم يراجعوا حالهم. يعني مو منطق فترة الخطوبة يكون هو يحكي معها في التنقيط، لازم يكون يعني يا دوب يحكي معها كل يومين ولا ثلاث أيام يحكي معها مرة، ولا يا دوب يبعث مسج، وهي نفس الإشي. إذا ما كانت تغدق عليه وسيبونا من كذب، قال شوفي حالك عليه، لا تكوني مثلا لا تبين انك انت مثلا من جنة فيه او من هبلة فيه عشان تضل لك قيمتك، هذا الكلام كذب وتخويف. بالعكس، لازم تكون علاقتهم العاطفية قوية، ولازم يكون منسجمين مع بعض ويبوحوا في ذلك. المشاعر يا إسراء اذا ما عبر عنها بالمفردات، اذا ما عبر عنها بالكلمات لا قيمة لها، لازم نعبر بالكلمات ونعبر بالمفردات. هل ممكن أن تنقلب نوع المشاعر؟ يعني إذا لم يتم التعبير عنها بالطريقة الصحيحة، هل ممكن أن طاقة هاي المشاعر تتحول إلى طاقة أخرى؟ ممكن تكون سلبية، ممكن تكون كره، ممكن يكون حقد، ممكن يكون إحساس بدور الضحية، الدراما، يعني هاي كلها هل هي عبارة عن مشاعر تحولت من شكل إلى آخر؟ مرات يكون عنا إحنا نحتاج نطلبها بس مو عارفين كيف، يتحول الموضوع لمشكلة. لذلك مرات يجيني كثير من الأزواج مثلا ويحكوا له والله يا دكتور يعني إحنا نتهاوش على أشياء بسيطة، يعني لو الطبخه مي ظابطه نعمل مشكله كبيره، لو وقعت الكاسه لو البيت، هذه الاشياء ما كنا نختلف عليها. مباشره انا ما اناقشهم بهي المشاكل، احكي لهم كيف علاقتكم العاطفيه، كيف علاقتكم الحميمه، نسال في هذه المناطق. ليه؟ لانه هذه المناطق لما يصير فيها غياب تطلع المشكلات اللي ما كانت موجوده، الاشياء اللي ما كنا ندقق عليها. تكون مثلا تحكي والله انا اول مره ادقق على موضوع مثلا انه مثلا انك انت علقت مثلا جاكيتك لما اجيت ولا ما علقت، عمري ما علقت هيك، فصرت اعلق على اشياء تافهه وانا مو عاجبني هذا الشيء. احكي لهم تعالوا يا جماعه الخير، طبعا اذا قبلوا يجوا اثنين مع بعض، لانه مرات واحد يجي والثاني ما يرضى يجي لانه يعتبر ما عنده مشكله، ويحكي لها اللي عنده مشكله يروح يتعالج. غير صحيح هذا الكلام، اذا احنا بدنا البيت يستمر لازم نوثق مع بعض عشان نعرف كيف ننجز. هلا نحكي عن موضوع العلاج، لكن انا لازم اسس لفكره كثير مهمه يا اسراء، ونقول يجب أن نعيد النظر في الطريقة التي نعبر فيها عن مشاعرنا، ولازم نعبر فيها عن مشاعرنا، لازم، خاصة في وقت المشاكل. تعرفي أنا أحس أنه زي الرصيد، إذا يعني لما واحد يكتب لواحد شيك ويروح على البنك وما في رصيد يحكي له هذا سحب على المكشوف ما عليك رصيد. نفس الفكرة، المشاكل تروح على خزان العواطف. يعني لما يصير مشكلة بين زوج وزوجة طوالي دماغهم ومواقفهم تروح على وين؟ على على رصيدهم العاطفي والانفعالي والجميل هذا. فإذا فيه بالضبط، فإذا فيه المشكلة تهدأ، لأنها تصير طوالي تتذكر مواقفه الجميلة معها. صحيح. لأنه طبيعي تصير بيننا مشاكل وهي نفس الإشي، بس مشكلة الرصيد عنا دائما بخير. عشان هيك عملنا هاي الحلقة، عشان هيك نقول للناس عبوا رصيدكم العاطفي عشان لما تصير مشاكل تسحبي منه. والحلقة الجاية بنقول لهم كيف يعبوا. بالضبط، حاضرين. تمام، قليل الزيود. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. شكرا، الله يسعدك، صباح الورد.
قانون المالك والمستأجر سنبحث في تفاصيله بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في أغلب الأوقات نجد صعوبة في فهم بعض الحقوق والواجبات التي تخصنا. أحد أهم المواضيع التي تشغل رأي العديد من الأشخاص هو قانون المالكين والمستأجرين. في الفترة الأخيرة كانت هناك بعض المطالبات في التعديل على قانون المالك والمستأجر، وكان أهمها تثبيت أجور العقارات المستأجرة لمدة 10 سنوات حفاظا على مصلحة التجار ومنع استغلالهم من قبل المالكين. هل توجد تعديلات جديدة؟ وما هي أهم الأنظمة والقوانين التي تحكم المالك والمستأجر؟ وطبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر على ماذا تقوم تحديدا؟ مع المحامي عبد الله شحادة، أهلا وسهلا بك، صباح الخير. أهلا فيك، يسعد صباحك. بداية يعني كما ذكرنا يعني في النقاش بيني وبينك في قبل دقائق أنه هذا القانون قانون كبير جدا، وصعب أنه نيجي نشرح الكثير من التفاصيل، لكن سنركز على العلاقة بين المالك والمستأجر والتي هي شريعتها العقد الموجود بين هؤلاء الطرفين أو المالك أو المستأجر. صحيح. بداية خلينا نحكي كيف تعامل القانون مع هذه العلاقة التي تجمع المالك والمستأجر معا. ابتداء إذا سمحتي لي أحب أضيف شيء فيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين وعقود الإيجار المتداولة بين الناس. هذا عقد الإيجار وقانون المالكين والمستأجرين يهم كافة شرائح المجتمع الأردني، لأنه المجتمع الأردني أناسه إما مالكين وأم مستأجرين. صحيح. وبالتالي يجب أن يكون ويعي المالك والمستأجر حقيقة هذا العقد، ويكون لديه اطلاع وإلمام بقانون المالكين والمستأجرين. ما هي أهم الأمور التي يجب أن يعرفها كل مواطن وليس فقط المعيل؟ خلينا نقول كل المواطنين يجب أن يكون عندهم يعني مستوى معين من الوعي في هذا الموضوع. في مسألة جدا مهمة يقع فيها المستأجر في العديد من المشاكل عند توقيعه لعقد الإيجار. هناك عقد متداول في الأسواق اللي هو بسموه العقد المكتبي. هذا العقد المطبوع في المكتبات موجود. نعم. أيضا للأسف أنه يعني أصبح هذا العقد رائج بشكل يعني كبير جدا، والجميع يتعامل به أو على الأغلب يعني أغلب. صح. الناس تتعامل في هذا العقد. هذا العقد إن لم يعي المستأجر تحديدا على ماذا يوقع، قد يوقعه هذا الأمر في مشاكل لا تحمد عقباها عند انتهاء المدة العقدية أو عند قيامه بأي تصرف ممكن أن يرتب عليه تبعات وعقبات معينة. مثال ذلك عند انتهاء المدة العقدية قد يتضمن هذا العقد شرط من شروطه أنه يجب أن يخبر المالك قبل 3 أشهر من انتهاء المدة العقدية بعدم رغبته بتجديد العقد لأي مدة أخرى، وإلا اعتبر العقد حكما مجددا لمدة أخرى. هو ما عنده الرغبة أساسا أنه يستمر في المأجور، بتروح عليه مدة 3 أشهر ما بيخبر المالك، بدخل في إشكالية إيش المدة الجديدة. معناته كان هناك جهل بالبداية، ما هي حقوقي اصلا يعني من ناحيه المبدا، كيف ممكن ان استغل كل البنود التي لصالحي؟ تمام. هلا هون الان بشكل او باخر. نعم. هلا بامكانه ان يستعين بالمشوره. ما هي الطريقه المثلى؟ يعني هل اللجوء الى محامي في حال يعني رغبه في قطع عقد؟ وليس من باب الترويج للمحامين، ولكن الحماية القانونية أصبحت الآن ضرورة ملحة. ليس لدينا هذه الثقافة بشكل عام. أبداً للأسف مش موجودة. تبعات هذا الموضوع إلى أين تصل في بعض الأحيان؟ تبعات هذا الموضوع قد تؤدي وأدت إلى كثير من الأحيان إلى أن يقبع كثير من المستأجرين في السجون. المستأجرين على الردم؟ نعم المستأجرين. هناك شرط في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة يتضمنه عقد الإيجار المطبوع. هذا الشرط يعفي المالك من توجيه الإنذار العدلي في حال أخل المستأجر بدفع الأجرة. وبالتالي بيكون مثلا شخص من الأشخاص تأجر محل تجاري ودفع عليه
ديكورات وتجهيزات والعديد من الأمور لغايات أن يعمل وينتج هذا المحل. تخيلي أنه إذا تخلف عن دفع الأجرة ليوم أو يومين مباشرة يستطيع المالك أن يلجأ إلى القضاء ويقوم دعوى فسخ عقد الإيجار ويخليه من المأجور دون الإنذار. يأتي بعد ذلك يعني هذا موضوع والمستأجر هو الذي وضع نفسه نعم في هذا هو بالنتيجة وقع والعقد الآن بعد 31/8/2000 إحنا عندنا فترتين، فترة ما قبل 31/8/2000 وفترة 31/8/2000 وما بعد هذا التاريخ. نعم. فترة 31/8 ما قبل هذا التاريخ 2000 هناك العقد يستمر بقوة الاستمرار القانوني، يتجدد قالوا بحكم القانون تلقائيا. وبالتالي المدة شيء مهم وضروري وركن من أركان عقد الإيجار، وإذا خلى عقد الإيجار من المدة فلا يعتبر عقد إيجار. ولكن عالجها طبعا المشرع بنصوص قانونية معينة، لذلك يجب أن يحرص ويعي المالك على ماذا المستأجر تحديدا على ماذا يوقع. طب خلينا نقول أركان رئيسية يجب أن تكون موجودة بالعقد، يجب أن يعني يلتفت إليها المستأجر إن كان من ناحية المدة كما ذكرت، بعض الشروط التي لها علاقة في حال عدم الدفع، ما هي الأمور الأساسية التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار؟ هذا عقد خطي، وعقد الإيجار على نوعين، قد يكون عقد شفوي وقد يكون عقد خطي، ولكن إحنا الآن نتكلم عن عقد الإيجار الخطي. عقد الإيجار الخطي، أنت الآن تريد أن توقع عقد إيجار، لا تركن إلى موضوع إنه والله أنا وعدني المالك وقال لي خلاص ما يهمك، ولا إذا خلصت المدة أنا بجدد لك، لو شو ما دفع طالما أنت عندك كويس. ولكن العقود الشفهية أيضا هي محسوبة ولا ليست؟ العقود الشفهية عادة يعني هل تحسب من ضمن هاي الأمور، يعني الاتفاق الشفهي بين طبعا عقد الإيجار إما عقد شفهي أو عقد خطي. يعني هاي الأمور كلها ممكن تكون شفهية وعود معينة. لا هلا إحنا لا. هذا يجب يكون الآن مكتوب. أمام عقد خطي. أما بكون أمام عقد خطي قالوا لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة أو يشابهها إلا بالكتابة. أنت الآن عندك عقد خطي أنت ملزم فيه. هلا ممكن يصير في تعارض، يعني مثلا أنا بدي ألغي شرط من هالشروط الموجودة في عقد الإيجار الخطي. جميل. بكتب من ضمن العقد نفسه الخطي الموجود أمامي ما يلغي هذا الشرط. قد يثور تساؤل هون، يعني مثلا انه طيب هون صار تناقض فيما هو مكتوب مع ما هو مطبوع. القاعدة تقول الآن وقررت محكمة التمييز انه اذا تعارض ما هو مكتوب مع ما هو مطبوع فيؤخذ بما هو مكتوب. لماذا؟ لأنه نية الطرفين المتعاقدين الفعلية والحقيقية اتجهت لما هو مكتوب وليس لما هو مطبوع، لأنه اغلب الناس ما بتقرأ ما هو صحيح مطبوع. هاي المشكلة الأساسية أصلا عدم قراءة يعني العقود بشكل عام تؤدي إلى مآزق كبيرة. ولكن يعني أحيانا حالات الإخلاء وغيرها لا يكون هناك أي أساس قانوني، يعني هناك بعض أيضا التعسفية في بعض الأحيان بحسب بعض المواطنين، إلى أي مدى هذا الكلام ممكن يكون صحيح؟ الكلام يعني مع الاحترام والتقدير هو ليس دقيق، لأنه أغلب القضايا تكون مستندة إلى أسباب قانونية في الإخلاء. ولكن عدم يعني معرفة المستأجر ببعض الأمور هي التي أدت إلى التعسفية مع نفسه أولاً بعدين. هو أنا يعني وجهة نظري الشخصية هو ليس تعسف، هو جهل حق. جهل كان فيما يتعلق بالمستأجر في موضوع القانون، ويعني إذ جاء وقع على عقد قد يرتب عليه التزامات بآلاف الدنانير بطريقة اعتباطية وغير مدروسة وغير مستندة ومدعومة بمشورة قانونية. صحيح. طيب خلينا ننتقل أيضا أستاذي لموضوع الأجرة والمستأجر، يعني التغيرات التي أصبحت موجودة في قانون المالكين والمستأجرين أعادت شوي الحق للمالكين في عقاراتهم، ويعني بدأت تتعامل مع الموضوع وكأن العقار هو سلعة كباقي السلع اللي فيها عرض وطلب وكل هذه الأمور. لكن لا يزال هناك خلاف دائما موجود بين المستأجر والمالك فيما يخص يعني زيادة الأجرة أو تخفيض الأجرة على مدار السنوات وغيرها. أين هي المشكلة الحقيقية أنت تراها في هذه العلاقة؟ أنا أرى أنه كل واحد ينظر إلى مصلحته الشخصية. المالك ينظر إلى مصلحته الشخصية، وفي وقت من الأوقات
كانوا يطلقون عبارة بالعامية يحكوا أنه المستأجر ملاك. صحيح. هذا بسبب للعقود يعني نعم اللي قبل 31/8/2000، بعد هذا التاريخ حكينا أنه بعد 31/8/2000 أصبح العقد شريعة المتعاقدين. شو بتحط بها العقد؟ بسري بين الطرفين. أنا بحكي الآن أنه المستأجر بإمكانه يحمي نفسه، إذا بتوقع أنه مثلا والله أنا إذا المالك ما بده يرضى في أمور معينة أنا بحطها بالعقد من حيث المدة من حيث الأجرة من 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 من، مش مضطر أنه يوقع عقد، وإلا بدخل في مشاكل كبيرة. بنرجع للي تفضلتي فيه، موضوع الموازنة بين طرفي عقد الإيجار اللي هم المالك والمستأجر، هو عقد من العقود الملزمة للجانبين ويرتب التزامات متقابلة على طرفي العقد، ولكن في مرحلة من المراحل فعلا كان العقد خلنا نحكي يعني في شيء يلحق الغبن بالمالك، يعني مش معقول أنا هالعقار اللي مأجره ما يجي يوم استفيد منه. صحيح. يظل المالك الى المستاجر الى ما لا نهايه في هذا العقار. فانا بحكي انه كان مطلوب من المشرع الاردني ان يحفظ الموازنه بين طرفي هذا العقد، وبالتحديد فيما يتعلق بالعقارات المؤجره لغايات تجاريه، لانه لا يمكن انه انا مثلا انا اجي استاجر عقار وادفع فيه خلوات بعشرات الالاف ويصدر قانون بعد أسبوع ولا أسبوعين يحكي أنه العقد شريعة المتعاقدين، وإذا حطيت سنة فأنت بعد سنة بدك تخلي. طب ما أنا حاط 100,000 دينار قيمة ما لحقت أجيب واحد بالمية منهم أو عشرهم. صحيح. فأنا بقول أنه المشرع الأردني كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أنه في عقارات تجارية لها خصوصية معينة من حيث الموقع، من حيث القيمة التجارية، من حيث الخلوات. نعم. هذه الأمور مش يعني هاي كلها تفاصيل يمكن يجب أن ندخل فيها في التفاصيل حتى نعي حجم المشكلة. أنا أتمنى أني أستطيع يعني أوصل وجهة نظري في هذا الموضوع بطريقة مختصرة، ولكن حقيقة هذا الموضوع فيه الكثير كل جزئية فيه تحتاج إلى الكثير. نعم. من لكن على الأقل أكدنا على فكرة الوعي القانوني، ويجب أن لا نستهين ببعض هذه العقود من ناحية المبدأ والعلاقات التي ممكن أن تجمعنا وفيها مصلحة لكل طرف، له مصلحة ويجب أن يستفيد منها. هذا أمر مهم جدا. عبد الله شحاده شكرا لوجودك معنا. الله يبارك فيك. شكرا لك. اهلا وسهلا. ومشاهدينا الان شعارها في الحياه والعمل لا شيء مستحيل، نهى ابو يوسف. ترعرعت في اسره تعمل في المجال الطبي، حبها لتعلم الطب دفعها لاختراع جهاز يساعد الاشخاص غير القادرين على اغماض عينهم ويرمشون. شاركت في برنامج نجوم العلوم لتصل إلى المرحلة النهائية وتحصل على اللقب الثاني. لنشاهد معا قصة نجاح نهى أبو يوسف. اسمي نهى أبو يوسف وأنا طبيبة عيون. اخترعت جهاز اسمه أوكو بلينك. هذا الجهاز هو عبارة عن اختراع بيساعد المرضى اللي عندهم الشلل الوجهي النصفي إنهم يرمشوا مثل الإنسان الطبيعي. مرض العصب السابع هو شلل نصفي للوجه. هدول المرضى ما بيقدروا يغلقوا عينهم بصورة طبيعية مثل العين الثانية، يعني عين بتضلها مفتوحة وعين بترمش عادي. هذا المرض 70% ممكن المريض إنه يتعافى، لكن الشفاء منه بتكون لفترات. في ناس ممكن تضلها عندهم المشكلة لفترة سنة، ممكن في ناس لسنتين لثلاث سنوات، ممكن لمدى الحياة. هلا الطبيب كأول حل ممكن يعطي المريض إنه يستخدم قطرات مرطبة للعين، ويستخدم الجل لترطيب العين، وممكن كمان إنه ينصحه بالتابينج اللي هو تلزيق جفن العين الجفون العين على بعضهم. لكن هاي الحلول مؤقتة، العين بصورة طبيعية بترمش ما بين 15 ل20 رمشة في الدقيقة. هلأ العين مهم جدا إنها ضلها رطبة وضلها ترمش، فإذا مريض أو أي شخص ما رمش دقائق معدودة العين بتجف، القرنية بتجف. اختراعي فكرته إنه المريض يرمش بنفس وقت العين السليمة. الجهاز هو عبارة عن جزئين،
عن لاصق مفعل وعن نظارة. اللاصق احنا بنحطها على جهة العين الغير سليمة، واللاصق ايش بيعمل؟ بيعمل على تحفيز عضلة العين. جربته أنا على نفسي عشان أثبت فعاليته وأشوف إذا اللاصق والذبذبات الكهربائية توجع ولا لا، وأثبتنا إنه ما في أي ألم أو أي إحساس بالجهاز. من سنوات عديدة أنا كنت بحضر برنامج نجوم العلوم، فأنا بعت فكرة الجهاز للبرنامج، ومن بين يمكن 5000 مشترك قبلوا فكرتي إني أصل لبيروت وأعرض الفكرة وأحكي قدام اللجنة، لجنة التحكيم. وصلت بيروت وعديت المراحل الأولى في بيروت، وآخر فترة كان التصويت، والحمد لله أخذت المركز الثاني في بالنسبة لفكرتي في برنامج نجوم العلوم. في أجمل من شربة العدس الآن في هذه الأجواء، سنتحدث بعد الفاصل عن أهمية البقوليات والحبوب. تابعونا. أهلا بكم من جديد. بذور صغيرة جافة نتناولها خلال يومنا، وقد تكون جزءا أساسي من نظامنا الغذائي، لكن ما هو فوائد تلك الحبوب الكاملة وأنواعها المختلفة؟ في دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية قالت فيها إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة والبقوليات قد تقلل من احتمالية تعرضك للأمراض القلبية التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة. كما قالت جمعية القلب الأمريكية أيضا إن الحبوب الكاملة تعتبر جزءا أساسيا من النظام الغذائي الصحي، فهي تساعد أيضا على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم والحد من مخاطر السمنة بشكل أساسي. فما هي الحبوب الكاملة والفرق بينها وبين البقوليات، وماذا يحتاج جسمنا منها؟ كل هذا مع أخصائية التغذية سوزانا حداد. صباح الخير لك سوزانا، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير، أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي التعريف، ما هي الحبوب والبقوليات؟ لأنه لسه مش كل الأشخاص عارفين هذه الفئة ماذا يندرج تحتها. نعرف الحمص والعدس وهي الأمور، لكن ماذا يندرج أيضا تحت هذه الفئة؟ هلا في البداية الحبوب والبقوليات هي من مجموعة اللحوم، يعني في عنا هرم غذائي، الهرم الغذائي من ضمنه اللحوم البيضاء والحمراء والبقوليات والمكسرات. هلا فائدتها جدا عاليه، زي كانك عم تحكي انه هي لحمه تحتوي على كل الفوائد الموجوده باللحوم، ما عدا طبعا البي 12، لانه البي 12 هو فيتامين موجود فقط في المنتجات الحيوانيه مش النباتيه. البقوليات زي مثلا تحكي العدس، زي ما تحكي الحمص، زي ما تحكي الفول، زي ما تحكي الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا الخضراء، البازيلا، هاي كلها تعتبر من البقوليات. ليش سميت بالبقوليات؟ يعني ما هي تختلف عن فكرة الحبوب؟ هل من ناحية الفوائد؟ هل من ناحية كيفية الزراعة؟ كيفية الزراعة يعني هي تعتبر بالضبط من طريقة زراعتها بتختلف عن طريقة زراعه القمح. اخذنا هذا الشيء بالصفوف الاولى هلا اتذكر صحيح بالمدرسه. الحبوب اللي هم زي القمح، زي الشعير، زي الشوفان، هاي هي الحبوب. البقوليات زراعتها زي كأنها زراعه نباتات عاديه، صحيح، ليست زراعه حبوب زي اللي نحن ذكرناهم. هلا نفس الفائده زي ما انت بتحكي انه هم الاثنين يدرجوا لنفس المجموعه الغذائيه، لكن بيختلف بشيء كثير بسيط، انه الحبوب الكامله زي نحن بنسميها، زي بنروح بنشوفها بالاسواق السيريالز، زي مش الكورن فليكس طبعا، احنا بنحكي عن الحبوب الكامله. تختلف انه هي بتحتوي على اوميجا 3 اكثر، بتحتوي على طبعا هذا الاوميجا 3 لها دور كثير كبير زي ما حضرتك تفضلتي قبل شوي، على حسب ما حكت منظمه الصحه العالميه وكمان منظمه القلب،
العالمية إنه بتساعد كثير على الحد من ارتفاع الكوليسترول والدهنيات الموجودة في الدم. كمان مش بس بتحد، بتساعد على علاجها، يعني إذا كانت عالية بتساعد إنها تنزلها لأنه الأوميجا 3 موجودة فيها. هلأ صحي موجودة بالأسماك، لكن بالأسماك هي من منتجات حيوانية ليست منتجات نباتية، برضو بتختلف بالتركيبة بشكل بسيط. طيب خلينا نحكي يعني عشان نقدر هيك نتخيل مع بعض تأثيراتها على بعض الأشخاص. يعني هل كل الأشخاص بتم يعني هضم أجسامهم بتهضم البقوليات والحبوب بنفس الطريقة؟ ليش بعض الأشخاص ممكن يتضايقوا من الحبوب والبقوليات، خاصة اللي عندهم مشاكل بالأمعاء أو غيرها؟ هلأ بشكل عام كل الناس رح تتضايق من البقوليات والحبوب الكاملة. السبب كل الناس؟ كل الناس، بس في فئة معينة ما بتقدر أبداً إنها تتناول البقوليات، وفي فئة ما بتقدر تتناول الحبوب. هلا اللي نحن بنحكي عنه بشكل طبيعي انه بتتضايق منه بسبب وجود البكتيريا الضاره الموجوده في الامعاء، واللي هي اصلا لها والبكتيريا النافعه كمان طبعا، لانه لها دور في عمليه الـ 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 البناء تبعها، والتفاعل تبعها، تتغذى عليها وتتفاعل معها، منتج منها ماده السلفر واللي هي بتضايقنا بتعمل النفخه. لكن في ناس ما بتقدر تاكل البقوليات لانه بتكون نسبه البكتيريا الضاره عندهم، او بسبب القولون العصبي موجود عندهم ما بيقدر ياكل البقوليات والحبوب الكامله. في ناس ما بتقدر تاكل الحبوب الكامله نهائيا بسبب وجود مرض التوحد مثلا، بسبب التوحد له علاقه بالحبوب والبقوليات؟ طبعا اكيد، لانه مرض التوحد هذول المرضى من الخلق، يعني من خلقهم ما في عندهم الانزيم يلي بيفرق يلي بيهضم ماده الاميلاز الموجوده في والجلوتين الموجوده في البقوليات. يعني أول مرة بعرف هاي المعلومة بصراحة. منتج مادة اسمها زي شبيهة للمورفين، فبسبب عندهم زي التخدر، هو زي كأنه بضل متخدر. فلما نوقف عنهم هاي الشغلات طبعا أكيد، بالإضافة لأشياء تانية زي مثلا الكازين الموجود في الحليب والمنتجات الألبان، لما نوقف عنهم هاي الشغلات دغري مباشرة بتحسن وضعهم، بصير إدراكهم أحسن. وهاي المعلومة منتشرة يعني عم بيستفيد منها، أو يعني هل بتحس إنه في ناس واعيين لهذا الموضوع عشان طبعاً يقدروا طبعاً عندنا، أو اللي عنده مريض توحد لازم يعرف هاي المعلومة، وأهلهم بيعرفوا الأهل بشكل أصلاً أوريدي من بداية ما يعرف الأهل إنه ابنهم عنده توحد بروحوا فيه للأطباء، بروحوا فيه لأخصائيين تغذية، بروحوا فيه أصلاً لمراكز يعني متخصص. عندنا نحن في الأردن في مراكز متخصصة للأوتزم اللي هو مرض التوحد. وهذا جزء من العلاج، فإنه لازم نوقف عنهم حتى إنه يقدر يكمل. يعني معلومة جميلة، ولكن بدي أرجع ل يعني الموضوع الأساسي اللي هو الحبوب الكاملة والبقوليات وغيرها. بالنسبة لموضوع الخبز، يعني أول شيء بتلاحظي وجود الكثير من البضائع والسلع، يعني صارت الآن أسلوب للتسويق. صح. الحبوب الكاملة هذا بصير فيه معه شوفان، هذا معه ألياف، هذا الخليط والكومبينيشن خلينا نحكي بين الأمور، هل هو صحي فعليا؟ كيف ممكن أن أختار ما هو المناسب لي؟ هلا أكون معك صريحة، إحنا صار عندنا تجارة، يعني هذا الموضوع صار عن جد تجارة، وصار واضح هذا الشيء وغالي. يعني مثلا في أنواع من الخبز بتوصل دينارين، يعني هذا إشي كتير غالي. يعني بس منطقيا المواد المستخدمة إذا بدك تيجي تحكي على النوعية، هل ممكن يكون منطقية أو لا؟ لا بصراحة. السبب إنه الخبز الأبيض اللي نحن نعرفه بشكل عام هو خبز مقشور، يعني متاخد منه القشرة تاعيته وعاملين منه العجينة. الخبز الأسمر هو خبز بقشرته، لكن الخبز النخالي هو نفس القمحة بشكل كامل زي ما هي طحنينها ومستخدمينها. خبز الشوفان موجود هلا، يعني حتى موجود بالكيلو قاعد بينباع. طب قاعد بينباع بالكيلو بسعر ارخص من لما ينباع بالخبز، يعني فبتحسي انه ما هو يمكن في بعض الاشخاص عندهم وجهه نظر انه موضوع الطحين الابيض العادي ممكن ينخلط ببعض الاشياء الاخرى، فممكن يعمل كميات اكبر، فالحبوب الكامله الكميات الاقل بدها تجيب. هلا هو بيني وبينك يعني كل واحد صريحين كمان بزياده، ما بيزبط اصلا اي نوع من هذا الخبز بدون ما يكون خبز معه، بدون ما يكون معه طحين ابيض، لانه ما راح يمسك.
من ناحية الخبز يعني. من ناحية الخبز وراح يفرد أصلاً يعني عشان هيك بتحسي إنه شوي هو متماسك لأنه موجود مع شوية طحين أبيض. بس جميل. على جميع الأحوال هم جايبين القمح جايبينه ومستخدمين القمح مستخدمينه. بس شو عاملين؟ فاصلين القشرة مستخدمين كل واحد لحال. يعني ما هاي العملية برضه وفكرة بالضبط. يمكن إنه ما كانت هاي الثقافة موجودة ففي بعض الأشخاص استغلوا فكرة إنه ممكن ما ألاقي شيء معين غير بمحلات معينة. بالضبط هاي هي صارت تجارة. طيب خلينا نحكي عن الفوائد الغذائية وكيف بدي أعرف الحصة الغذائية المناسبة والنوع، يعني هل في أعراض معينة إذا جربت هذا النوع وضايقتني بدي أجرب شيء آخر، كيف ممكن أشوف شو إشي أكثر شيء مناسب لكل لجسمي مثلا؟ هلا بشكل عام للناس اللي بيكون في عندهم مشاكل أصلا بموضوع الجلوتين، في ناس مش شرط انه يكون في عندهم توحد، في عندهم اصلا مشكله بالجلوتين او حساسيه من حساسيه منها الجلوتين. حساسيه الجلوتين سيلياك ديزيز احنا بنسميه، ممكن انه ما اصلا يعني ما راح يتطرق لاي نوع من هدول انواع الخبز، ان كان شوفان ان كان شعير ان كان خبز قمح او خبز نخاله، اي نوع من انواع الخبز ما راح يتطرق له الا انواع معينه مصنوعه من شيء ثاني غير القمح، زي مثلا الرز، زي البطاطا، زي الذره، خبز الذره طبعا. وللاسف كمان هدول قاعدين بغلوا سعرهم عشان انه استغلال لهذا الموضوع، صارت رفاهيه وهي بالضبط. بس هو فعليا هو شيء علاجي يعني. هو فعلا الاشخاص بشكل عام عندنا اللي عندهم حساسيه من اي شيء بيعانوا جدا، او يعني التكلفه عليهم بتكون كثير اعلى، بتكون اغلى صحيح. يعني احنا لازم نساعدهم ونوفر لهم هذا الموضوع انه بشكل اسهل. هلا بالنسبه للحصه الغذائيه، الحصه الغذائيه بتختلف من شخص لاخر. هلا دائما احنا الهرم الغذائي عندنا بيحكي من 6 ل 11 حصه من النشويات موزعه بين رز وبين خبز بين قمح بين فريكه بين بطاطا بين معكرونه، يعني كلها هذا مع بعض بكون موزع. لكن اذا نحن حكينا بدنا نركز على نوع معين من النشويات، لا ما لازم نحن نركز على كميه عاليه منه. السبب انه الجسم ما راح يقدر يتحمل يضل انه ياخذ نفس النوعيه لفتره طويله، فلازم ننوع. هلا نحكي نحن من 6 ل 11 حصه طبعا بيختلف على حسب ايش احنا بنحكي هون، بكل الانواع بشكل عام بكل، يعني هاي خطوط عريضه، خطوط عريضه حتى حبوب الحنطه، حتى حبوب الحنطه كلياته من ضمن الريشيو هاي من 6 ل 11 حصه. هلا الحصه الواحده تساوي 30 جرام من الخبز او نص رغيف صغير خبز او تلت كوب من الارز او نص كوب، يعني ما بزبط مثلا انا ما اكلت يومين اجي اكل اليوم الثالث حصتي بالثلاث ايام، لا طبعا ما بيزبط الجسم. في كثير اشخاص هيك مثلا ما اكلوا من الصبح بالليل بياكلوا عن اليوم كله مثلا. لا هذا غلط، هذا اسمه الصيام المتقطع يلي نحن اصلا ما يا ريت الصيام متقطع، بس يعني برضه هذا مش متقطع، في شيء يعني في خطا موضوع بالتطبيق عم بيكون كثير خطأ أصلاً. صحيح بالضبط. فهو اصلا موضوع التوزيع في الحصص وقديش الكميه اللي بيحتاجها كل واحد حسب احتياج جسمه، لانه في شخص بيحتاج 1500 سعر حراري رح تختلف النسبه، ما رح تضل من 6 ل 11 ممكن تكون 9. طيب سؤال اخير بصوره سريعه، هل البقوليات مثلا زي شربت العدس بتدفي فعليا ولا هاي يعني احساس داخلي؟ هاي احساس داخلي بصراحه. هلا اي شيء سخن بيساعد انه يدفي، يعني نحن لو عملنا شربه خضار بتدفي، بس لكن شربت الخضار بتدفي بس العدس ما بدفي. لا هو بدفي، كله بدفي، كله بدفي من ناحيه الحراره، بس هو شعور الداخلي انه بس العدس اللي بدفي. ارتبطنا، صار مرتبط بالاجواء بالضبط، لانه هو صار زي ما تحكي انه عادات وتقاليد من زمان انه دائما شربت العدس وجابها بصل وفجل صراحه. سوزانا شكرا لوجودك معنا. سوزانا حداد اخصائيه التغذيه، نورتينا، صباح الخير. منوره بوجودكم، صباح الورد. اهلا. عائلة أرادت امتهان مهنة الفوال لتصبح معروفة به، فقد بدأوا بالعمل عام 1954 ولا يزال عطائهم مستمرا ليصبحوا جزء من حياة المواطن الذي يقطن في محافظة إربد. لنشاهد معا هذا التقرير. واحد عادي مع واحد حمر جوا،
محمد ياسين الفوال، احد مالكي مطعم ياسين الفوال. المطعم هذا صار له من سنة 52، كان والدي يمتلكه، وكان بالأول ما عنده محل، كان يشتغل على بسطة في زاوية الشارع نفسه، بعدين انتقل إلى محلات عديدة، محل تحت منه، والمحل هذا ثبت فيه من سنة 56 للآن. احنا ورثنا الصنعة هاي والمهنة هاي من والدنا. بالبداية كان والدي، وبعدين أخوي، وبعدين جيت أنا، وهلأ مستلمها معي ابن أخوي. وإن شاء الله الأيام الجاي والقادمة والسنين الجاي راح يكون كمان هناك جيل قادم راح يستلم نفس المصلحة. صحن الفول كان بقرشين، ونساوى الدق على الإيد، والحمص دق على الإيد، كان الله يرحمه أبوه يساويه. فأنا وعيت على المحل هذا صحن الفول بربع دينار. وطبعاً كان بالتسعينات، من فترة 91 لغاية 2000، كانت تخريج الجامعات يكون مخصص بس لجلالة المرحوم الملك حسين أو سمو الأمير حسن. طبعاً ما كان يطلب فطور إلا من عند ياسين الفول، دائماً على جامعة اليرموك بس يصير في تخريج جيبوا لي من عند ياسين الفول. هاي سر الطعم ورثناه من المرحوم ياسين، وهذا السر خاص فينا احنا ياسين الفوال، وراح نضلنا محافظين عليه وراح نستمر فيه لزمن طويل كمان بعد هيك. هذا المحل عشقي، انا بعشقه وبعشق زباينه وبعشق كل معلقة فول او حمص بحطها للزبون، خلص بدمي بحياتي. ياسين له سر في عمل الفول، وكل منا له سر أيضا في عمل الأجواء الشتوية المليئة بالعاطفة إن شاء الله وليس بالجفاف. ألقاكم غدا، إلى اللقاء.